ما وقتها الرجال أي شعب كجمهورية الصومالي لان صالح أي إنك بدن صدق هي صدق صنادو ضو أي مانت حكومة مدحوين بيه هيرجليسي. وكم مسؤول كأول برا أضيق مشروع مدة انتهى لأج أي أودي وعيين إن فليان حكومة دي الصومالي لان يستقدم بيه. محايتها عدالة أي هلي دونا شعب كمجال ده هرجيسي عاصمة الصومالي لان كل غني أي سنة وليين مدة دير. warbixintan ayay nu ku falqaynaynaa qodobo ku saabsan barwaaqo sooranka ay caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa marti gelinayso maanta himilada dalkeena ayaa ka tubtay sahaysta mid ka mid ah mashruucyadii ugu ballaarnaa uguna mafaca badnaa ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu xariga ka jaray maanta biyaha ayaa ah sida adduunka oo dhan la isla waafaqsan yahay rukun muhiim ah oo nolosha bini'aadamka u ah lagama maarmaan caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa in badan haraadnayd waxana ay xaafaduhu isku tuhmi jireen biyaha magaalada Hargeysa loo qaybiyo oo waxa ay ahaayeen caana jiilaal cambacan u fil. Xukuumadihii talada Soomaaliland iska soo bedelay ayaa ku guuleysan waayay inay ka dhigaan Hargeysa caasimad biyale marka laga reebo mas'uulka u dhabar adeegay maanta iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo suurtagelisay mashruucan. محمد علي أحمد دارو ضو أحمر إياها وكالة بيها مقالة دهر قيسا يا وحا وكوكو ليستي شعب كمقالة دهر قيسا إني مركي وقوه الرئيسي بيها سعى دالة دو هلا إساقا ودبر أضيقاي هولاي مسؤوليين تي كوه الرئيسي وكالة بيها صومر أي كوكو ليسا وايي وحانا وكالدقا ينتي أي مقالة دهر قيسا كرتيين أي هلي كرتو بيسا دحلاب كبضان وولي بسعى دالة اللو قارسين أيو مستر محمد علي أحمد دارود أيها وحاو مشروع عنسو قليي كهدي آنك لچوكسي لهين كاسي أو غصور دبر أضيقاي سيدي أي مقالة دهر قيسة وهي للهيد بيع الدالة ده مشروع كانو دبر أضيقاي سورتا قليي مارايها وكالة ده بيها أي مقالة دهر قيسة محمد علي أحمد دارود أيها وحاو ها سديح قيسود وحانا اسكا كاشدي حكومة ده سومالي لان صندوق SDF تا إيو سيدا أوكالي ميدو غيرو taasi oo ugu dambeyntii ay ku guuleysatay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay xariga ka jarto Hargeysiina ay noqoto caasimad biyale. Tuubada biyaha soo gelinaysa magaalada Hargeysa ee ka keenaysa goobta biyaha ayaa waxa ay dhan tahay 320 km. Halka gudaha magaalada Hargeysana ay ku yaaliin 8 barkadood oo biyaha kaydinaya iyo sidoo oo kale tuubooyinka oo la dhigay in ka badan 200 km. agabka suurtagelinaya inay biyuhu magaalada Hargeysa yimaadaan yaalana goobta ay ka soo baxayaan ayaa waxa uu ka awood badan yahay 3 laabkii hore ay u haysatay magaalada Hargeysa. Lababa waaweyn oo awood badan ayaa iska nasin doona biyeynta magaalada Hargeysa halka hal bamna uu noqon doono ilaaliye haddii mid ka mid ah uu ciladooba lagu beddelo. محمد علي أحمد دارو ضيا وحا او كوغو ليست النسيب نو يشاين عاصمة دهر قيسة هرات ككبي ايو بيها نايو هشو سيع الدالة ده وحنا او نقونا ايا ميت كميدا مشروعية ده وقوة وينا اي حكومة ده مدحوين اي بيحي كهير قليسو قلبيت كسومالي لان سيدا او كلنا اي شعب كجمورية ده سومالي لان مهدين دونان تعب كأيو جهدiga او بحيي ايان كالاچوكسيغ لهاين مارايها بيها مقالة ده هرقيسة مستر محمد علي دارود ايا وحا او نقضي مد مدى دالاي وحانا اي نقطي طلاب الله مهدين ايو او عاسمة ده هرقيسة ايا هرات كالفوغي ايا كنتون كساندو دي فوضي نقصو هيا وانا مشروعي اوغو مهيم سنا وقت كان حادر كاين اي مقالة ده هرقيسي مرتيقي لسو حانا كوكو ليستي وكالة ده بيها او قلودين كايهاي محمد علي احمد دارود كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إيل لعاقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إيل لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفوضي ديها جمالية دي